بالامس وعدنا جمهور الاتحاد وقلنا الحسم لازم نسوي جمهور الاتحاد كليب يستاهلون انه الفريق الفائز احنا هذا ثابت عندنا يعني عرف في البرنامج الفريق الفائز لازم سبورت كليب. وامس زحمه الحلقه اليوم نهدي الاتحادين الابطال اللي كانت امس مباراتهم كامله من كل النواحي لا شك اكيد استهل. كل النواحي كليب من حسن الجهني خاصه لهالكليب أقول لحسن قبل الحلقة بشوف الكليب قال لي لا أشوفه على الهواء راح يكون مفاجأة. أول مرة أشوف كليب صور الأهداف من المباراة والأهازيج لا هي أغنية ولا شيء مسجل من الجمهور من المدرج الأهازيج اللي على الكليب. أول مرة أشوف كليب الأهازيج لايف من صوت مدرج. برافو حسن يستاهلون الاتحادين ألف مبروك وإن شاء الله نحتفل في الإياب. وعجبتني فكرة يا حسن هو جداً. فعلا جميل وأيضا الجمهور الاتحاد الأجمل من خلال أيضا حضورهم صحيح. خاصة وتحديدا يعني بس جميل أنه الأغنية اللي محطوطة في الكليب هي من صوت مدرج الاتحاد الحقيقي صوت الجمهور الحقيقي. فاصل قصير بعد الفاصل نعود لفقرة عثمان اللي يكون معنا مستشار الطبي لبرنامج كورة اللي حيقدم فقرة أكيد راح تعجبكم. الأندية السعودية تخطف التميز في الساحة الخارجية الدولية.